الآن مع كلمة المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA فليتفضل إلى المنصة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي وزيرة التجارة والصناعة السيدة نيفين جامع، مهندس خالد العطار نائب الوزير للتحول الرقمي نيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معالي الدكتور فريكس موتاتي وزير التكنولوجيا والعلوم في حكومة زامبيا، المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السيدات والسادة الحضور، يسعدني أن ألتقي بكم اليوم، كما يشرفني أن أرحب بضيوف مصر الكرام في بلدهم الثاني مصر. السيدات والسادة، تشهد مصر طفرات غير مسبوقة في مختلف القطاعات ومن بينها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يمر بنقلة نوعية على جميع الأصعدة بدءاً من ميكنة الخدمات الحكومية والمعاملات الإلكترونية وحجم الاستثمارات الغير مسبوقة في قطاع البنية التحتية والكوادر البشرية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وقد حقق هذا القطاع أعلى نمو في قطاعات الدولة بنسبة 16%. زي ما حضراتكم شايفين انه هذا المؤتمر ياتي في وقت في تحديات عالميه. احنا مرينا بجائحه كورونا، عندنا النهارده ظروف ما يجري في شرق اوروبا، ولكن مع هذه التحديات تولد فرص، ولمصر فرص كبيره في ظل هذه التحديات. لكن انا يهمني استعرض مع حضراتكم محاور عمل ITIDA الرئيسيه. ITIDA محاور عملها ثلاث محاور. المحور الأول وهو تطوير الأسواق، والذي نسعى فيه إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، تشجيع الشركات المصرية على التصدير إلى الأسواق الخارجية وبناء المهارات. المحور الثاني هو رعاية الإبداع والشركات الناشئة، وفيه نقوم بتطوير النظام البيئي لعمل الشركات الناشئة من تدريب وحضانات وكذلك جذب استثمارات. المحور الثالث هو تهيئة بيئة الأعمال والتوقيع الإلكتروني. في كل محور من هذه المحاور احنا لدينا استراتيجية عمل، لدينا أهداف، ولدينا أيضا مؤشرات أداء، وبنعمل على خلق اقتصاد المعرفة وتشجيع الإبداع من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتهيئة بيئة الأعمال، وأيضا من خلال الاستثمار في البنية التحتية. غير خافي على حضراتكم انه كان هناك استثمارات عملاقه في مجال البنيه التحتيه للانترنت، تم استثمار من قبل وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات ما يزيد عن 2 مليار دولار في الثلاث سنوات الماضيه، وكذلك ايضا الاستثمارات عملاقه في مجال الطاقه وتوليد الطاقه. كل هذا ادى انه في خلال ازمه الجائحه، في خلال ازمه كورونا، العمل من المنزل، لما الناس رجعت تشتغل من المنازل، لم يكن هناك أي اضطراب في الأعمال، بل بالعكس كل الشركات العالمية التي تعمل من مصر والتي تعمل في مجال التعهيد من مصر أبدت استحسانها لردة فعل الاقتصاد المصري في خلال جائحة كورونا، مما أدى كما أشار المهندس خالد العطار لاحتلال مصر مكانة متميزة في مجال التعهيد على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، حيث تبوأنا المركز الأول على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط. طبعاً في تحديات حالياً بتواجه سلاسل الإمداد في كل الصناعات تقريباً، يعني في تحديات في سلاسل إمداد الطاقة، الغذاء، وكذلك تكنولوجيا المعلومات أيضاً هناك تحديات لسلسلة الإمداد في هذه الصناعة. فهو هذا يخلق فرصة واعدة لمصر، لأن هناك الكثير الآن من الدول والشركات العالمية تبحث عن مصادر بديلة لمهارات تكنولوجيا المعلومات ولأسواق التعهيد. ولهذا احنا شايفين ورصدين أن هناك اهتمام كبير بتعهيد الأعمال إلى مصر من الربع الرابع السنة اللي فاتت والنصف الأول من هذا العام،
شاهد عديد من الاستثمارات وإقبال لشركات عالمية إنها تفتتح فروع لها في مصر، وإن شاء الله هنسمع على مزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة. ده لأنه الناس بتبص على إزاي توسع قاعدة الإمداد، إزاي إنها تقلل المخاطر في سلاسل الإمداد بتاعتها، إزاي إنها تخلق يعني بلاد جديدة. إحنا النهاردة في مصر إحنا عندنا حوالي 600 ألف خريج جامعي كل عام، من ضمنهم حوالي 230 ألف خريج في الكليات العملية الستم، و 60 ألف خريج في مجال تكنولوجيا المعلومات. كل ده بيجي كل سنة لسوق العمل، فإحنا بنثقل هذه المهارات، مبادرات التدريب عندنا، مستقبلنا رقمي كما أشار المهندس خالد العطار. خرجنا 140 ألف من حوالي 220 ألف اتدربوا، بنهدف في خلال العامين القادمين إن شاء الله إن إحنا ندرب 200 ألف إضافيين علشان نثقل مهاراتهم ونجهزهم لسوق العمل. إحنا يعني الحقيقة بنحرص على التعاون مع منظمات المجتمع المدني ومن ضمنها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال بروتوكولات بنمضيها معاهم، وهذه البروتوكولات بتحوي على محاور العمل وعلى مؤشرات أيضاً لقياس التقدم في كل هذه المحاور. إحنا بنشتغل على محاور تنمية الطلب المحلي، تنمية قدرات الشركات، تنمية الأعمال دولياً عن طريق فعاليات تشبيك، كذلك الابتكار والإبداع وتهيئة الاحتضان للشركات الناشئة. كذلك حضراتكم يمكن شاهدتوا معنا إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، الدراسة اللي احنا عملناها مع شركة إرنست أند يونغ، والتي تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر في مجال التعهيد ثلاثة أضعاف في الفترة من 2022 ل 2026، وخلق أكثر من 215 ألف فرصة عمل في خلال هذه السنوات الخمس. وكذلك تم تقديم حوافز تصديرية للشركات المحلية والشركات العالمية تحفيزاً لها على تعيين المزيد وخلق المزيد من فرص العمل من الشباب المصري. هذه الاستراتيجية الحقيقة لها ثلاث محاور. المحور الأول هو التسويق والترويج وخلق اسم لمصر والترويج لاسم مصر في مجال التعهيد. المحور الثاني هو تهيئة بيئة الأعمال عن طريق إن إحنا بنقدم حوافز. إحنا درسنا 10 دول بتتنافس مع مصر في مجال التعهيد، وبناء عليها وضعنا نظام جديد للحوافز يضمن تنافسيتنا من حيث الكلفة. المحور الثالث وهو تنمية المهارات اللي إحنا يمكن أشرنا إليه. إحنا درسنا اتجاهات الطلب في السوق العالمي من ناحية المهارات التكنولوجية، من ناحية الدول التي لديها طلب متزايد على خدمات التعهيد، وبناء على ذلك صممنا مبادرات التدريب المختلفة التي تمكننا من تلبية هذا الطلب. كذلك إحنا بنعمل جولات ترويجية في الجامعات الإقليمية في المحافظات للترويج للعمل في مجال التعهيد ومجال تكنولوجيا المعلومات، وبنصطحب معانا الشركات العالمية والمحلية التي لديها فرص عمل مميزة في هذا المجال، عشان الشباب اللي على وشك التخرج يبقى عنده دراية بفرص العمل المتاحة في مختلف المجالات. الحقيقة هذه الاستراتيجية أيضا بتركز على ثلاث محاور من ناحية التقنية. الناحية الأولى اللي هي مراكز الاتصال، ودي احنا لينا فيها باع من فترة وهنعزز هذه المكانة وهننمو فيها. كذلك المحور الثاني خدمات تكنولوجيا المعلومات بما فيها من تطوير برامج، اختبارات، حوسبة سحابية، ذكاء اصطناعي. والمحور الثالث هو التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة، والحقيقة يعتبر هذا من الخدمات عالية القيمة والتي لمصر مكانة وفرص متميزة فيها. برضو احنا يعني يمكن تعاوننا مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وجمعية اتصال وجامعة النيل في بروتوكول مشترك مع مركز ترويج الواردات من الدول النامية CBI التابع لوزارة الخارجية الهولندية، وده برنامج لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية للتصدير للأسواق الأوروبية. تقدم للبرنامج حوالي 89 شركة، تم اختيار مبدئي لحوالي 38 شركة
من ضمنهم 14 شركة خارج محافظة القاهرة، وإحنا الحقيقة بنهتم جدا بتنمية الشركات من خارج محافظة القاهرة علشان نضمن تنمية في جميع المحافظات. البرنامج ده هيستغرق 3 سنوات، والغرض منه إن الشركات تبقى مؤهلة للتصدير لسوق أوروبية من ناحية الفنية، وأيضا من الناحية المالية وكيفية إمساك الحسابات والدفاتر، علشان نقدر إن إحنا نبقى مستوفين لشروط التصدير للاتحاد الأوروبي. هناك أيضا برنامج المساندة التصديرية Export IT، وده برنامج يعني معروف في الهيئة على مدار أكثر من 12 سنة فاتت، تم تقديم فيه حوالي 550 مليون جنيه مصري كمساندة تصديرية، استفادت منها حوالي 250 شركة محلية، وإحنا بنعمل كل عام على تطوير هذا البرنامج لتعظيم الاستفادة منه، وليتسق مع استراتيجية الهيئة من دفع التصدير في المجالات التكنولوجيات البازغة زي الذكاء الاصطناعي، زي إنترنت الأشياء، وكذلك السايبر سيكوريتي. هناك أيضا الخدمات اللي بيقدمها مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بالهيئة، وده الحقيقة تم وضع استراتيجية للتحول الرقمي لحوالي 27 جامعة مصرية حكومية، وأيضا بيدي شهادات معترف بها عالميا أو مطلوبة عالميا، وعلى رأسها نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI، وده يعني بالإضافة للشركات المصرية احنا أيضا بندي السيرتيفيكيشن دي لشركات خارج مصر، من ضمنها 40 شركة صينية وشركة سعودية، وبالإضافة للشركات المصرية. والحقيقة هذا المركز مهم جدا انه الشهادات الشركات المصرية تحرص على انها تستخدم امكانياته، لان هو بيؤهل لعدة شهادات CMMI، توجاف، وشهادات اخرى كثيرة. كذلك بالنسبة لمحور ريادة الاعمال، احنا عملنا استراتيجية اخرى للخمس سنين القادمة بالاشتراك مع شركة ديلويت، الغرض منها ان احنا نضاعف الاستثمارات التي تجتذبها الشركات الناشئة في مصر. احنا زي ما اشار المهندس خالد عطار، احنا السنة اللي فاتت اكتسبنا استثمارات بحوالي 490 مليون دولار، تشكل نسبة نمو 168%. في الاعوام السابقة كان متوسط النمو للاستثمارات في الشركات الناشئة حوالي 30%. ان شاء الله احنا السنة دي متوقعين نمو اكتر. احنا لغاية يمكن اخر مايو اكتسبنا استثمارات في الشركات الناشئة بحوالي 380 مليون دولار، بنسبة نمو 190% عن نفس الفترة من العام السابق. نسبة الاستثمار الأجنبي في تمويل الشركات الناشئة في سنة 21 بلغ 77%، ودي تعتبر أعلى نسبة في المنطقة، وده بيشير إلى ثقة صناديق رأس المال المخاطر الأجنبية في الشباب المصري وفي الاقتصاد المصري. في المحور الثالث وهو التوقيع الإلكتروني، احنا قمنا منذ شهور قليلة بمضاعفة عدد الشركات الحاصلة على ترخيص التوقيع الإلكتروني في مصر، اللي يصبح عندنا حاليا حوالي 4 شركات، بالإضافة لوزارة المالية المرخص لها إصدار التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة المصرية. هناك نمو مطرد لحجم المعاملات في التوقيع الإلكتروني، اللي كانت بتقدر بحوالي 3 مليون معاملة في خلال عام 2020، وصلت لحوالي 153 مليون معاملة في عام 2021، وفي الأربع الأشهر الأولى من عام 22 وصلنا لحوالي 135 مليون معاملة. فده بالتالي طبعا بيخلي يعني ان احنا دايما عندنا توقعات ان النمو المطرد مع تزايد الخدمات الحكومية، مع تزايد الطلب في الأعمال على التوقيع الإلكتروني، ان احنا نساير هذا النمو، سواء من ناحية تدريب العاملين في هذا المجال عندنا، من ناحية المهارات، وكذلك من ناحية البنية التحتية. احنا دايما بنتطلع الى تكثيف التعاون مع القطاع الخاص لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات، هذا القطاع الرائد والحساس للاقتصاد القومي، وبنرحب دائما بان احنا نشتغل مع منظمات القطاع المدني،
في إطار شراكة تهدف إلى فتح أفاق النمو ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وزيادة معدلات التصدير. وختاماً أتقدم بالشكر لزملائي في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات على هذه الدعوة الكريمة، وبشكر حضراتكم لحسن الاستماع ولكل من ساهم في تنظيم هذه الفاعلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.